فراعنه يعني نقول نعم. عن الفراعنه قديم جدا. السيده كليوباترا يعني معروفه هي الاشهر وحده في العالم اللي كانت تحط المكياج مثل ما حكينا اللي هو مظبوط. الشمندر، وكانت تجيب سرق كتير العجم والنمل للمواد وتدقه الطبيعية وتحط كحل لها، وهذا علم موجود في الكتب يعني أكيد. وفي المتاحف موجود كمان. ولكن احنا بنقول انه الفواكه اذا اكلناها عم بتفيد البشره، الخضروات عم عم بتفيد بتفيد البشره، البشرة، يعني كل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه في هالارض عم بتفيد بفيد البشرة. الجسم وبتفيد الشغلات الموجوده في هالبشره وبهالجسم. طب نسيو خليل، مثلا في عندك نسوان كتير بصير عندهم هاي الخطوط وبتخاف تروح مثلا على مركز تجميل او تروح على دكتور او هيك شيء، في ميك اب خاص مثلا يخفي لها اي خطوط؟ خطوط الوجه ولا خطوط الجسم؟ خطوط الجسم مثلا الميك اب ما بتلبسي، بنحط على الجسم يا خيتي، ما بقدرش ما في الواحد له تحط ميك اب ميك اب معين اذا تحطها على بتلبس الجسم قصير تنوره قصيره لبس الا تحط كريم اساس وتخفي هالشيء، كريم اساس سينمائي تخفي هالشيء هيدا. ولكن لبست قصير يعني ست، احنا بالاردن لسه محافظين ما وصلناش لفوق اكيد الركبه نلبس ونطلع يعني افلات غير مختلطه. كيف. ولكن احنا بنقول انه الاسترتش مارت عم مهما حطينا كريم اساس نعم وكريم وخلطات وقصص وحكايات الا يضلوا الاسترتش مارت مبين، مبين اذا ما واضح. عالجت الاسترتش مارت عم بيضلوا كثير هذا. واللي عندها استرتش مارت في رياضه كثير، في جيمات، في مركز نمل ومركز خليل السيد كمان في جيمات لها عم تخفي الاسترتش مارت. اكيد وبنصح بالرياضه الدائمه للست لانه عم بتنشط الدوره الدمويه وعم بتنشط حركات الجسم وعضلات الجسم، فهذا من اختصاص التغذيه واختصاص الرياضه. ولكن احنا تدخلنا في موضوع اللي هو الاسترتش مارت، يعني انه اي سيده بتقدر تخفي هالخطوط، هذا ما تلجا للبوتوكس وما تلجا ل لهي مش الاشياء بوتوكس الشعر اللي بنحكي عنه، هذا تخفي البوتوكس الوش. والشغلات الثانيه، فبترجع للوضع اللي عندها. طب نسيو خليل، اذا الصبيه او السيده مثلا ما عالجت هاي الخطوط بتزيد ولا بتضلها محافظه على طبعا شكلها؟ بتزيد، كل ما كبرت عم بيزيد، كل يوم عم بيزيد، كل يوم بعد يوم عم بيزيد الاسترتش مارت. وفي يعني احنا نقول على الاسترتش مارت في الطريقه الصحيحه البطن بكون يعني مش مشدود، فهمتي علي كيف؟ نعم. خطوط خط فوق خط، خط فوق خط، خط فوق خط، خط فوق خط. أكيد. فالصبية بتنزعج من هذا أو السيدة بتنزعج من الموضوع هذا، بتنزعج ما بتحب تلبس بادي، ما بتحب تلبس زي ما تفضلتي أنت قصير. الشغلات لبسها الخاص لإلها، فبتتضايق من نفس هالوضع لإلها. فأنا بنصحها يعني للاسترتش مارت الخطوط والتجاعيد انها تراجع مركز خليل السيد، بنقدر نحل لها المشكله كمان تكرموا يا سلام. اكيد. بس حابين نذكركم بارقام نسيو خليل تحت الهواء 079-7705-0507-9-962-9290. نسيو خليل اليوم رح نحكي كمان عن موضوع جديد عن قصات الشعر، بس قبل ما نبدا ايه هيك ادخلي لي بقصات القصة؟ الشعر، احنا بالستريتش مارت هلا ادخلي لنا بقصات الشعر بالالوان عم نحكي، بحكي طلعيني عم نقعد نحكي عن بطن ونحكي عن هاي بالضبط. مسيو خليل، شو القصة او قصة 2015؟ شورت شورت يا هذا واحد بكندا اسمه تشارت يعني كثير فنان، فقص قصات حلوة كثير فسماه قصتين على اسمه. القصة الأولى هي اللي نقول مثل كاريه بجرادي نقول يا ريت لو بنشوف الصور تحطوا لنا صور القصات مثل الكاريه ديجرادي اللي عم بتبين اكثر، ولكن التشفير فيها اكثر مشفره من قدام التشفير او من ورا؟ كثير كثير مشفر ومشفر من ورا، مش هيدي يعني لا نقول معنا القصات هاي. شو اسمها القصه مسيو خليل؟ هاي الدوائر اللي كنا نسميها كاريه قصير، كاريه كل الشعر كاريه من داخل العيون، باخذ العيون هيك اسمها المدور، بسموها بسموها الصبايا. بتلبق لكل وجوه مسيو خليل ولا في وجوه لا معينه؟ لا ما بتلبق مثلاً لكل وجوه، بتلبق لكل وجوه لو وجه طويل شوي لإلها. هذا للخطبه الشيء كثير حلو، هذه الصوره هاي للخطبه. فلها اكثر من شفتي التسريحه هاي؟ هاي لبنت بتيجي مثلا لخطبه كثير كثير، وبتيجي كمان لبدله عرس، يعني بليله العرس كمان بتيجي لها التسريحه. شوفي كيف مقصوط الشعر، كانه في اكسسوارات. طبعا في وصلات في الشعر فيها كثير مبين، مش مبينه بس هي للزبون، ولكن الشعر محشي ومعبى فيها، فجميله جدا لكل صبيه كثير حلوه. هاي شعرها طويل كثير، وشوفي التاج كيف محطوط بطريقه صحيحه كثير حلوه. في كمان لو يا ريت نشوف كمان قصه الشرطي،
هلا بحطوا لنا اياها الشباب، قصه كثير حلوه انا شفتها. القصه هاي برضه تسريحه، نقول تسريحه يعني بتيجي لعروس وبتيجي لخطبه، بس بدها اكسسوار يكون اجمل فيها، بتطلع اجمل اكثر وما شاء الله عنها بتكون الصوره واضحه. كمان هي بتلبق لكل الوجوه مسيو، خليها هاي بتلبق لكل الوجوه، لكل الوجوه. هذا الشنيون لوجه طويل، شوفي الوجه طويل كيف بيجي عندها بالضبط. الشنيون ماخذ اكسسوار مفروق الشعر، الورد محشي الشعر، محشي الشعر بين الشعر في شعر كمان أكيد. وشوف الاكسسوار كيف جاي له كثير حلو، وكثير صبايا بالايام هذه عم بيستعملوا القصات هاي والاكسسوارات، خاصة نقول البنات ال 19. برضه هذه الصورة نحكي عنها كعروس لإلها كثير، كلها اكسسوارات وإلها شبك على الاكسسوارات، وشوف الشعر كيف مقشوط قشط لفوق، وعندها الاكسسوار اللي جاي على جبينها مبين اسم الله عليها امبراطورة. معنا اتصال منكمل حديثنا مسيو خليل. الو صباح الخير، اهلا وسهلا ام نارين، صباح الخير سامعيني. الو يعطيك العافيه. اهلين صباح الخير. الو صباح الخير استاذ خليل. صباح النور، كيفك؟ سامعيتنا؟ اها سامعتك، بس معلش بدي اسال عن المسلمات الواسعه بالبصره. تفضل معلش تعلي بس شوي صوتك وتوطي التلفزيون. تفضلي حبيبتي. سؤالي عن المسلمات الواسعه بالبشره، كيف بقدر اعالجها؟ حب البشره عندها بوجهها حب شبابي. منارين صباح الخير. صباح النور. علي لي صوتك خليني اسمعك. عندها حب البشره. منارين الله يحميك يا رب. بالنسبة قديش عمرك انت، قديش له الحبوب عندك في البشرة تقريبا؟ 26 انا عمري. 26، قديش لها الحبوب عندك في البشرة؟ انا ما عندي حبوب، انا عندي مسامات واضحة بالبشرة، مسامات. عندك مسامات فاتحة يعني؟ اها. مسامات الفاتحة بدك تراجعي مركز خليل السيد للتجميل بالجاردنز، رقم تليفوني الك 0795877505، حاكيني بعد الهواء وان شاء الله بعطيك النتيجة لإلك. شكراً معنا اتصالات اخرى. اوكي شكرا لك ام نارين، شكرا لك. نرجع نكمل حديثنا مسيو خليل عن التسريحات والقصات اللي درجه 2015. انا لاحظت شغله انه كثير في اكسسوارات الورد كانها موضه السنه، الورود. هذا زمان لما كنا نحط ورد وفل. استاذ صباحكم، لما كمان قبل فتره يعني من الوقت بدناش نكبر حالنا شوي، كنت احط اشكل فل وورد وعروق وكذا، اقول للصبيه بسرعه بدي تشرب في مي، تطلع على الزبونه تقول له شو مسيو خليل ليه؟ بقول لها بدي احط رجليك فيه، تقول لي ليه 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 انا عامله بدكير هلا، بقول لها لا مشان يضلوا اخضر الورد. اخضر ويانا. اليوم رجعت الموضه هاي الفل والعروق الخفيفه، ونقول الياسمينات هذه الحلوه العروق الخفيفه رجعت على التسريح كويس، على التسريح القديم، لانه احنا درجنا هلا الثمانينات درجناها بالالفينات بالالفات، يعني احنا درجنا كل موديل بنعطيه فيه حركه، من الموديل القديم بنعطيه فيه حركه، ولكن الفنان عم بيعطي وبقدر يعطي في الشعر اي موديل، اتركيه لحاله عم بيشتغل، هالانفيزي بكون موجود، هالبكل بتكون موجوده، هالشعر مشط حط هالحشوه بدا يرسم لحاله شمال يمين، يرفع الخصله هاي ينزل هالخصله هاي، فبتعطي الشنيون المناسب لإلها. بس احنا زمان يعني كانوا يقولوا لي خليل السيد الله انت ملك الشنيون، يعني انت عندك فكره في الشنيون. انا صانع شنيون، لما بصنع في الشنيون بعطي الشنيون حق الوجه، وجه مدور، وجه مدور، وجه مستطيل، وجه مربع، وجه كذا، بنعطي اذا كان الشعر طويل. اما اذا كان الشعر قصير، في ستات لهون بدهم يتزوجوا ما بيقدروا يعملوا شنيون، بنقدر نوصل الشعر ونحط حشوه ونشتغل فيه ونعطي فيها الوضع هذا للشعر. تفضلي. طب مسيو خليل نشوف باقي الصور تورجونا اياهم يا ريت، مشان نشوف شورتي، انا حابه كثير اورجيها للصبايا شورتي. شوف ما احلى هالصوره. هذه الصوره عامله تتواج كمان لحواجبها مرفوعين لفوق، مكياجها حلو، شعرها جاي بومبي لورا كثير حلو، طلع هالاكسسوار حلقها كيف ووجهها كيف، اسم الله عليها، كثير شغلها كثير حلو، وتتواجها هذا شغلنا من التتواج وكثير حلو، كانه حاطين شيء حتى انه من ورا كثير ظاهره ناس. هذه الشعره مثل السنبله، اذا بتطلع عليها مجدله تجديل كثير كثير، يعني فيها شويه تعب وفيها شغل، لانه الشعر بده يطلع شمال يمين شمال يمين شمال يمين، وتجدل
وتعمل هالشنيون نعم. الحلو هذا، وهذا بينفع للشقرات، الشقار للصنبله وللتجديل افضل مثل هاي. هاي الشورتي، هذه الشورتي كثير حلوه، يعني كثير حلوه الشورتي. شوفي كيف مشفر من فوق وكيف مشفر الجناب من تحت، وكيف جاي حرف في من هون، كثير اسم الله كثير القصه حلوه هاي. وصبايا كثير عم بيلعبوها وبتتلون، يعني من الاحمرات كثير بتاخذ من هذه الكاريه ديجراديه اللي قلنا فيها شوي فيها استبس شوي لها كثير القصه نعم. كثير حلوه كثير حلوه هاي الغره هون بتيجي على الجنب يمين شمال لورا مثل ما بدها بتيجي. هذه نقول برضه لخطبه لصبيه نعم. بدها تعمل خطبه كثير شعرها حلو، شوفي الشعر كيف منكش من فوق، في نعم. فولزه، في الوردي جاي، شعرها جاي على الاكتاف كثير حلو وما شاء الله. باقي معقول. كمان نفس الشيء ورده كثير حلوه وخضره يانا. هذه شنيون قشط نعم. اسمه قشط على الجنب للدان مشان الغره تيجي، برضه الاكسسوار الموجود عليها هاي كثير حلو، ومن وراء مجدل الشعر وفي حشوه كمان كثير حلوه. كثير حلوه. نعم. مسيو خليل كمان هاي الشنيونات، هذا شنيونات خليل السيد. شوف الشنيون هذا كيف عم بحكي، عم بتغنج، عم بتدلع. شوف الشنيون مرفوع، شوف الرقبة كيف مبينة، الدان كيف مبينة، الشعر كيف مقشوط، الاكسسوار الموجود فيها. هاي الشنيونات الموجودة العرايس، هي للعرايس هذه بنقول لعرايس 2014 بنبلش نشتغل فيهم بإذن الله تعالى. شوف هالشنيون الحلو هيدا برضه قشط، هذا الطرحة بتيجي تحت الرفعة الفوقانية وشعر كتير حلو. هاي لبنت زي ما حكيت في البداية نعم. انه لبنت طول وجهها طويل جدا، وشوفوا كيف مرسومة رسم بإذن الله كتير حلو وحلوة مع لون الشعر كتير طالعة أكيد. طب مسيو خليل بدي أسألك سؤال، كل قديش لازم نقص شعرنا بتنصحنا؟ احنا بنقص شعرنا دائما لو كل 3 شهور قصينا 2 سنتي من شعرنا زي ما حكينا، او كل شهر رجعنا الكوفير نقدر نشوف شعرنا ايش ماله، في تلف في كذا. بتعرفي الصبايا اليوم 26 عم بيصبغوا شعرهم باستمراريه، لما بتقدر الصبغه تحط على الشعر، الشعر ما بعطي حيويه اكثر لو كل شهر صبغناه، يعني فهمتي علي؟ نعم. ولكن احنا بنقول للصبيه اللي عندها شعرها تالف فبنقولها بليز راجعي مسيو خليل لكي يقص شعرك سانتي او تريتمنت لكي يعمل شعرك تريتمنت كافه لشعرك. طب مسيو خليل اليوم كمان بدنا نحكي عن موديلات الوجوه وشو القصة اللي بتناسبها، مثلا عندنا موديل الوجه المدور، طويل، قلب، مربع، معيني، شو كل وش ممكن يناسبه من القصات؟ نسرين انت ما شاء الله عنك بتشوفينا في القص كثير عندنا بالصالونات قبل ما اجي الصبح كنت اقص. مزبوط. كل وجه له قصة اكيد، يعني الست اليوم صارت تفهم، صارت تعرف شو الكوفير، مش تمسك شعرها وتقصها لحالها، تمسك الغره وتقصها. في كوفير، في كوفيره. عندنا بقسم المحجبات عندنا كثير 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 بقسمنا للمحجبات للعرايس وللكذا. الزبون بتطلع بتقول ما شاء الله، يعني اسم الله عليكم مبارك اللي عملتوه لنا. لكن احنا بنقول كل وجه له قص، القص يعني قبل السشوار وقبل الشنيون وقبل الكيميكال لازم تكون معلم قص. فاحنا بنطلع على الوجه بنشوف السيده هيك كيف نلعب، بتطلع بدك القصه هيك مدام شو رايك احلى، لا لا خليل بس ما تاخذ لي منطول شعري، بلي الله يخليك بذبحني جوزي بذبحني خاصه اذا كان كثير طويل.